عادل إمام صانع الابتسامة وصانع تاريخ السينما المصرية، أعماله مستحيل تتنسي ومفيش جيل ما تعلقش بيه. سينما يعني عادل إمام، هرم مصر الرابع، كوميديا، دراما، تراجيدي، رعب أو حتى سياسي، هتلاقي عادل إمام عمره ما خذل جمهوره ولا حتى فشل إنه هو يبهرهم بأي عمل بيقدمه من يوم ما ظهر لحد وقتنا دلوقتي. الفنان الكبير عادل إمام زي ما كان ليه جمهور بيحبه وبيعشق أعماله، كان برضو ليه أعداء مش بس بيغيروا منه، لأ ده كمان كانوا عايزين يتخلصوا منه ويحاولوا اغتياله أكتر من مرة. أعداء الزعيم دول ما كانوش من الوسط الفني طبعاً، لأن الموضوع كان أكبر من كده. خلينا نقول لكم الحكاية بدأت إزاي. الزعيم عادل إمام قدم جميع أنواع الفن، ما سابش نوع إلا وعمل منه قصة بتعكس بيه اللي بيحصل في الواقع مهما كانت القصة، بس كان بيتمتع بشجاعة وجرأة كانت مخلياه ما بيخافش من حد لغاية هنا وتمام. بس لما جه يكشف للناس حقيقة الجماعة الإرهابية في عمل من أهم أعماله وهو فيلم الإرهابي، هنا الدنيا قامت وما قعدتش. الجماعة ما سكتتش لأنه كشفهم وأظهر الصورة الحقيقية ليهم. الجماعة ياها دي وقت فيلم الإرهابي حاولت إن هي تغتال عادل إمام واعتبروه إن هو عدوهم اللدود، وإزاي يظهرهم بالصورة دي وقد إيه هم منافقين واللي بيعملوه عكس اللي بيقولوه وبينادوا بيه. كمان ليهم أغراض تانية خالص وبيتخفوا وراء عباية الإسلام والدعوة. الحقيقة في ناس كانت فاكرة إن دي مجرد إشاعة وطلعت زمان علشان تزود جماهيرية ونجومية الزعيم، لكن الحقيقة إن الزعيم ما كانش محتاج يعمل كده، وعلى مر السنين اتأكدنا من ده بعد ما كشفت قناة العربية عن فيلم وثائقي من إنتاجها كان تحت عنوان عادل إمام ذاكرة مصرية، بتكشف فيه مخطط الجماعة الإرهابية لاغتيال الزعيم، واللي أجرت حوار مع عضو سابق من الجماعة واللي كان مكلف باغتيال الزعيم، وكشف العضو السابق بالجماعة الإسلامية خلال الحوار عن تفاصيل الخطة اللي تم وضعها في التسعينيات لاغتيال النجم الكبير عادل إمام، واللي خد الأمر بتنفيذها من القيادي عبود الزمر، وده كان وقت قضاء عقوبته في السجن. وقال بالحرف: التكليف بقتل عادل إمام جاني مباشرة من القيادي عبود الزمر وهو حي يرزق ومستعد واجهه. وقال إنه في الوقت ده كان منتمي لمجموعة في الجماعة الإسلامية برا السجن، وكانت المجموعة دي بتعرف إن والدي هو أحد قادة تنظيم الجهاد في السجن، وكانت المجموعة بتستخدمني في نقل وجهة نظرهم وأطروحاتهم وتوصيلها للقيادات ونقل رد القيادات ليهم. العضو السابق قال له إنه قابل الشيخ عبود وقال له إن الإخوة برة عايزين يقتلوا الدكتور محمد سيد طنطاوي، فرد عليه وقال له محمد سيد طنطاوي يستحق القتل وهو ضال ومن علماء السلطة، لكن الدولة هتستغل قتله إعلامياً في تشويه صورتنا وإننا بنقتل رجال الدين. كمان سألوا هل توجد مجموعات خارج السجن جاهزة إن هي تنفذ شيء، فرد عليه بنعم توجد، فرد بالنص: اقتلوا عادل إمام ولا تسألوني في أي حاجة ومش هقدر أساعدكم بحاجة. كمان قال إن التكليف بقتل الفنان عادل إمام كان في سنة 94 وبالتحديد بعد فيلم الإرهابي، وقال إن فيلم الإرهابي استفز الجماعات الإسلامية كلها، وكان في تخطيط من تنظيم الجهاد كمان للتخلص من عادل إمام، وده كان عن طريق الجماعة اللي ضرب الدكتور عاطف صدقي، ولكن تم القبض عليهم بعد عملية عاطف صدقي والطفلة شيماء. كمان قال العضو السابق بالحرف: أظن عادل إمام كان هدف لكل الجماعات الإسلامية. العضو السابق قال إن المراقبة كانت بتحصل في مسرح الهرم، وكانت خطة ضربه وهو داخل المسرح، وكان الرصد بيتم على أساس نشوف الأوقات المناسبة وحراسته ماشية إزاي. قال كمان إن الفنان عادل إمام كان محصن وكان بيتصدى للجماعات الإرهابية عن عقيدة وقناعة وبجرأة وشراسة، وكان لازم يكون عبرة لغيره عشان محدش يعمل زيه ويتجرأ عليهم، وكان لازم ردعه لأنه تجاوز الخطوط الحمراء معاهم خاصة بعد فيلم الإرهابي فحكموا بكفره وردته. وقال بالحرف: فرحت جدا بكلام عبود الزمر لأننا كنا شايفين عادل إمام في الوقت ده من أشد أعداء الإسلام وبيحاربنا عن عقيدة وفكر وقناعة، وكان هينضم لحزب المستقبل واللي أسسه فرج فودة وكان صديق شخصي لي. كمان قال: بدأنا إعداد العدة للتخلص منه، وكان وقتها بيعرض مسرحية الزعيم في مسرح الهرم، وخططنا لاغتياله وقت ذهابه للمسرح. وكمل حديثه وقال إن الفنان عادل إمام في الوقت ده كان بيتمتع بحراسة شديدة مصرية وغير مصرية، والأمر كان فيه صعوبة وأخذ مننا وقت طويل
لغاية ما تم القبض عليا. ولما تم القبض عليا ما كشفتش خالص عن الموضوع ده وما صرحتش بيه لأي حد، وأنا الوحيد اللي تم القبض عليه من المجموعة اللي كان من المفترض إن هي تقوم بتنفيذ العملية. الحقيقة إن الفيلم الوثائقي ده كشف لنا تفاصيل كتير جداً ما كناش نعرف عنها حاجة، بالرغم من عدم ظهور الزعيم فيه، إلا إن العاملين على إنتاج الفيلم استعانوا بلقطات مسجلة للزعيم ولمدة ساعة، وعرفنا من خلالها قد إيه إحنا بنملك قيمة وقامة كبيرة جداً زي الفنان عادل إمام، ربنا يديله الصحة وطول العمر ونفضل نتشرف بيه قدام العالم كله.